السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سامر البقشي من قناة سيارات الأحساء. وعذرا شوي صوتي تعبان، حلجي تعبان. احنا الحين في كيا موديل كم؟ 19. كيا كادنزا 2019، ومركبين عليها كارلين كيت رام 3 اندرويد 11، وهذا شغال اليوتيوب والخرائط في نفس اللحظة. طبعا القطع كلها عليها ضمان سنة أو سنتين استبدال فوري في حالة العطل المصنعي، وزي ما انتم شايفين هذه القائمة. نرجع لليوتيوب مرة ثانية. هذه القائمة مثل ما انتم شايفين. طبعا رقم جوالي 050-690-8466. لا تنسون الاشتراك في القناة وعطونا لايك ونشر المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مرة ثانية حبايبي، هذا القطعة شغلناها مرة ثانية، هذا اليوتيوب بنشغل لكم مقطع عالي الجودة. نكتب كلمة 4K، أوريكم جمال الشاشة. ثواني قاعد يحمل، وهذه بوستيريا. شوفوا ما شاء الله، هذا اليوتيوب والشاشة شغالة بكامل جودتها. طبعا المقطع هذا 4K، يمديكم تحسون الجودة، تروحون على البكرة هنا وتختار الجودة وتروح تكتب جودة صورة أعلى. شوفوا ما شاء الله الجودة بدأت تحلى، وحطاكم على جودة. بس هذا تكملة للفيديو اللي قبل شوي، الله يعطيكم العافية. وترى يا شباب، سواء خدتوا رام 3 رام 4 6 ولا 8، كلهم أمورهم طيبة وشغالين زي الحلاوة، ونقدر بكل بساطة نضغط زر تقسيم الشاشة، نفتح الخرائط، خرائط يسار، يوتيوب يمين، على ما تحمل الخرائط. الله يعطيكم العافية، ما نطول عليكم. رقم جوالي 050-690-8466. لا تنسون الاشتراك في القناة وعطونا لايك ونشر المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله. وهذه طريقة ثانية يا شباب حق تشغيل يوتيوب، تصغير اليوتيوب هالشكل وعلى اليسار بهالشكل. شغل اي مقطع تبي وياه، والخريطة تظل موجودة. شوفوا كيف ما شاء الله. يلا اعطيكم العافية حبايبي، بس هذا فيديو إكمالي عشان أوريكم عدة جوانب للقطعة. سلام عليكم.